كتاب اليوم بعالم صباح اسمه هيك كتير 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 ملفت، خاصة وأنه أنا من الأشخاص المغرومين بلبنان وبعشق لبنان، وبقول يا ريت في كتير من الأشخاص بيشعروا بأهمية هالوطن، لأنه كتير من الناس بيجوا من برا بيقولوا واو شو حلو هالبلد، ويمكن اللي قاعدين فيه ما عم بيشعروا بأهميته، ما حاسين بقيمته الكبيرة. الكتاب اللي رح نحكي عنه اليوم هو فعلا هيك بيحكي عن لبنان بتفاصيل صغيرة يمكن أوقات بنسها عنها وما بنعرفها، اسمه Gotta Love Lebanon، أو لازم واحد يحب لبنان، لازم ينتبه على كل تفاصيله. هو الكاتبة هي اسمها جوان صياد، راحت من سنوات قديمة كتير على نيويورك، وعم يحكوا أنه من 20 سنة رجعت إلى بيروت لحتى ترجع تكتشف لبنان من زوايا المختلفة. من وقت اللي رجعت وهي كتير عم تفوت هيك بالأحياء القديمة، عم تفوت ورا حتى سوق الخضرة، حتى بالأماكن الضيقة ببيروت وحتى بلبنان ككل، وكمان هي عم تستكشف الامور اللي ما كانت تعرفها هي وصغيره، عم تقول انه بهالكتاب اللي حبت تكتب فيه بطريقه كثير بسيطه بطريقه كثير سهله، وحطت فيه عدد كثير كبير من التشابترز او من كمان المقاطع اللي بيجوا بقلب الكتاب بشكل كثير هيك خفيف، يعني حتى اللغه اللي بقلبه لغه بسيطه، الكتاب هو باللغه الانجليزيه وصادر عن دار النشر تيرنينج بوينت بوك، وهيدا دار النشر دائما بتعمل كتب فيها جايدز يعني، بس هيدا الجايد مختلف عن الجايدز الباقيه مثل ما عم بقول لكم، لانه ما في اشياء مثلا بالعاده بنشوفها مثلا بس بالتفاصيل بتروحوا هيدا المكان او على هيدا المكان، مقسمتهم هي لتفاصيل مثلا مختلفه، فيكم هون تروحوا على البحر وشو اهم الاشياء اللي تشوفوها على البحر، شو اكثر اشياء حلوه فيكم تشوفوها بالثلج، كمان بالنسبه للباركس، بالنسبه للمكاتب او المكتبات اللي بتكون موجوده، واشياء كمان فيكم تعملوها للولاد، نشاطات كثيره للولاد، لانه هي بتحس انه انحرمت من كثير امور، بتقول يا ريت كنت انا وصغيره عندي هالكتاب او عندي هالجايد، وكنت اكيد قدرت استفدت اكثر من جمال لبنان وسحره ببيروت وايضا بكل المناطق اللبنانيه، مثل كانه واحد عنده حدا قاعد بلبنان عم ياخده معه، هون هالمره الكتاب هو اللي عم يدلكم على كل هالامور. رح نتابع محطاتنا، رح ننتقل هلا لشخص هو بيدلنا وبيخدنا بايدنا لحتى نتعرف على كل الانشطه اللي بتصير الثقافيه بلبنان، اجندة مع زينه. بونجور زينزو، بونجور، كومون سافا؟ ماشي الحال، كيفك انت؟ الحمد لله ماشي الحال، صباح النور وصباح الخير لكل المشاهدين يلي عم بتابعونا اكيد بلبنان والعالم. ينعاد عليكي وانت بألف خير، وانت كمان ان شاء الله بالصحة والسلامة، وان شاء الله هيك الايام اللي جاية دائما بنقول ان شاء الله هيك تكون احسن واحلى وهيك للجميع. كنت عم بفكر عم بطلع بالسمكات شو مهضومين، شفت اول مرة بشوفهم جديد جداد اوكي سألوا عنك كمان هلا عم كل نحن اكيد مع اجندة اليوم في هيك فقرات متنوعه وعديده مثل العاده، وكمان مثل ما بتعرفوا انه اجندة عم بتتابعوه كل اربعة بالليل الساعه 11 بتوقيت بيروت، يعني اكثر الاوقات نحن بنكون بعالم الصباح، كمان عم نحاول نقوم بتغطيه او بالاحرى كمان انه نحكي عن اكثر المعارض يلي جايه واللي عم بتصير. خلينا نبدا مباشره اليوم مع معرض للحقيقه اليوم رح يبدا، ما هيك؟ رح يبدا، بتستضيف شركه سوليدير الساعه 6 المساء اكيد اليوم 3 كانون الثاني 2013، صرنا 13 معرض للفنان السوري ثائر معروف بعنوان فيتو، بتنظمه أفاق أربعة وذلك أكيد بجالوري بياس أونيك بالصيفي فيليج. ثائر معروف هو فنان حائز على الشهادة العليا بالفنون الجميلة من الجامعة اللبنانية ببيروت، وشارك بعدة معارض جمعية، كما شارك بشهر أكتوبر 2012 بسنغافورة المستوحى بمعرض أكيد معرض مستوحى من تحولات الربيع العربي، حيث تميز عمله الفني بالرمزية يلي بيعبر من خلالها عن موقفه تجاه مواضيع بتتعلق بحقوق الإنسان بالشرق الأوسط ورفضه الأوضاع المأساوية يلي بتعيشها الشعوب المهجرة من جراء الاضطرابات يلي عم تشهدها أكيد المنطقة ككل. نعم. فإذا بنحيي الفنان ثائر وأكيد بندعي كل المشاهدين يلي بحبوا هيك يشوفوا معارض جديدة مواضيع جديدة يروحوا اليوم ويزوروا جالوري بياس أونيك الساعة 6 المساء أكيد بالصيفي فيليج أكيد. راح ننتقل هلأ ونتابع
واكيد تشجيعا منا ايضا لطلاب الجامعه اللبنانيه قسم الجرافيك ديزاين. يعني بتعرفي هيدا الجيل بيكون بعده هيك مبلش جديد، خلص الجامعه وحابب هيك يخوض هيدي التجربه الحلوه والمجال الحلو بهيدا الدومين او بالاحرى بهيدا السبجكت تحديدا الجرافيك ديزاين. حبينا تجي عن منا كمان انه نرجع نعيد المشاهد يلي كنا كمان شفناها الاسبوع الماضي. فاذا من حيون كان صار معرض بالقاعه الزجاجيه بوزاره السياحه لهالطلاب، هو معرض اعمال طلاب قسم التواصل البصري والفنون الاعلاميه بمعهد الفنون الجميله الفرع الاول. المعرض كان تحت عنوان شفت باللغه الانجليزيه. مزبوط. بتتذكري يمكن كنا حكينا عنه. كنا سوا صح. ومثل ما عم نشوف كمان بما انه شفت اسمه عم نشوف انه كان في مواضيع ومشاريع كثيره عرضوها من خلال هيدا الاكزيبيشن وبينوا فيها عن قدراتهم قديش هن بيقدروا يكونوا بهيدا المجال ويبدعوا اكثر ويعطوا هيك افكار جديده، بما انه خاصه كمان بالتلفزيون بتعرفي دائما هيدا القسم هيك له تميز بالتلفزيون، فبنشجعهم كمان و منقول لهم الله يقويهم وان شاء الله هيك كل واحد بيلاقي فرصه عمل هيك خاصه فيه بيقدر يستفيد منها وتساعده بالمستقبل. نعم، نعرف قديش اللبنانيين مبدعين بمجال الجرافيك ديزاين، يعني دائما الدعايات احلى الدعايات بيكونوا اللبنانيين عم بيقوموا فيها حتى بالدول العربيه. مزبوط. بيكونوا هن دائما على راس هالشركات او على راس الافكار صحيح يعني بشكل عام اللبنانيه وين ما كانوا عن جد بيكون عندهم هيك تميز خاص فيهم يعني بكل شيء بسم الله عليهم عن جد مظبوط. ايه انا كثير متعصبه للبنانيين وللبنانيتي ولبلدي. انت عم تحكي عن الكتاب كمان. كثير انا عندي تعصب كثير قوي للبلد وللشعب اللبناني، دائما بقول له الله يقويك وما تفقد الامل ابدا بحالك. كلنا هيك ان شاء الله، دائما هيك نكون كلنا بهيدا هيك الروح والروح وهيك. صح. خلينا ننتقل هلا مباشرة مع اجندة وهالمرة للعيد الوطني الكازاخستاني يلي رافقوا حفل فني كبير صار باليونسكو. اكيد رح ننتقل لنشوف هلا مشاهد. اكيد هون كمان بدنا نحيي سعادة السفير الكازاخستاني بلبنان. بنحيي اكيد وكل يعني كل اللي بيشتغلوا كمان بالسفارة. فاذا كنا هون موجودين كنا بالبريستول، كان صار حفل استقبال بمناسبه العيد الوطني بحضور عدد كبير من الشخصيات الدبلوماسيه السياسيه الاجتماعيه والاعلاميه. هون عم نشوف السفير بالزي الكازاخستاني. ايه مهضوم، بنعاد عليه ان شاء الله. ايه فكان هيك حفل حلو مهضوم ومنقول لهم ان شاء الله عقبال المية. كمان كان في حفل بما انه العيد الوطني مثل ما ذكرت باليونسكو صار لفنانه اجت خصيصا واحيت يعني هيك هي عزفة بيانو احيت حفله باليونسكو كرمال هالمناسبه كمان. ايه. رح ننتقل هلا لمعرض جيل ملك حيث استضافت شركه سوليدير كمان بجالوري بياس اونيك صيفي فيليج معرض الفنانه جيل ملك تحت عنوان باساج. الفنانة جيل ملك من مواليد أستراليا وأصول لبنانية متعددة المواهب وإلى مؤلفات تعدى كونها كاتبة وشاعرة. أعمالها الفنية الحديثة بتحتاج لمساحات حيث بيشعر المرء بالتناقض بين الماضي والحاضر، الحزن والفرح والدمار والجمال. وبتستعمل جيل ملك بأعمالها وبإبداعاتها الفنية مواد تقليدية وغير متوقعة. يعني بيكون عندك وقت تغيدة تزوري معارض بهالفترة ولا ما كتير؟ حسب، خاصة هيدي فترة الأعياد كانت عجقة كتير اسم الله يعني، والطرقات كنا معجوقين والغراض والولاد بقى كانت عجقة، بس واحد هلا لازم يرجع يبلش شوي لأنه عن جد المعارض بلبنان بتكون كتير متنوعة. صحيح. ودائما بيحرصوا كل الفنانين إن كانوا لبنانيين أو إن كانوا عرب إنه يكون عندهم محطات دائما بلبنان لحتى يعرضوا فيها او حتى ينطلقوا من لبنان. اكيد انا كثير بحب المعارض بلبنان. صحيح، بس يعني هلا هالفتره كانت صعبه شوي، هيدي فتره الاعياد كنا عم نركض كثير والضغط. ايه هلا بنرجع شوي بنبلش على السكه من الاول. خلص رح ننتقل هلا لاخر فقره معنا وهي معرض للفنان عبد الكريم مجدل البيك يلي صار مش بجالوري بياس اونيك، بجالوري ايام. جالوري ايام كمان قدم معرض اسمه مقابل الجدار، معرض فردي ضم اعمال جديده للفنان السوري عبد الكريم مجدل البيك.
حيث بتبحث مكونات أعماله عن قصص لم تروى بثنايا الجرافيتي، النقوش، العلامات والتصدعات الموجودة بجدران مدينة دمشق القديمة. بعده المعرض؟ خلص المعرض. إيه، لأنه بنتي غرامة الجرافيتي. بس دائما بتعرفي بجاليري ايام كمان بيكون في معارض مماثله، فانا خلص رح احطك بالجو. ايه كل ما هيك قليله، لانه البروجرام كثير بتحب الجرافيتي، عندي بنتي كثير يعني غرامه الجرافيتي وبترسم جرافيتي. اوكي. انت بتشجعيها بهذا؟ ايه اكيد اكيد. ايه اكيد. طيب كثير منيح. تخبريني ترجعي. خلص لازم. انا بدي اقول هون شكرا لكل المشاهدين اللي دائما عم بيتابعونا، عم بيتابعوا اجنده بالليل مثل ما ذكرت الاربعاء بالشاشه دائما تلفزيون مستقبل الساعه 11 بتوقيت بيروت. وايضا بدي اذكر انه اجندا بينعاد التنين الساعه 2:30 تقريبا بتوقيت بيروت بالنهار بعد الظهر تقريبا. وبعالم الصباح عم نرافقكم دائما على امل دائما تكونوا هيك مبسوطين من خلال النشاطات وكل الاشياء اللي عم نقوم بتغطيتها. وثانك يو. ميرسي زينه. اكيد واهلا وسهلا فيك، بنشوفك جمعه الجاي بعالم صباح. رح نتابع محطاتنا، اخر محطه اليوم مع الشيف شادي، والكينوا مع الفاصوليا ورشه ملح بعد لحظات، خليكم معنا.